ويضيف فيسك أن ما يخفى على الإعلام وما ينكره المسؤولون التونسيون هو أن العمال الذين استطاعوا عبور الحدود التونسية وخاصة المصريين منهم يتعرضون للضرب على أيدي أفراد تونسيين. التونسة أنا عايز أعرف بقى التونسة عملوا معاك إيه؟ التونسة اللي إحنا ما نعرفهمش كانوا واقفين في البوابة. أنا حسيت من واحد يعني أول ما لقيت التونسة حسيت إن هم فكرت إن هم عايزين يضربونا أو يبعدونا. فهم عايزين يشدونا يدخلونا جوه. سمعت أنا الكلام ده كتير. ولا كان بقالي يومين ما كنتش شربت ولا كلب. أنت فهمت إزاي؟ أنا قاعد في المطار بقالي يومين لا شربت ولا كلب. مشيت منين؟ مشيت أول ما دخلت بقى من البوابة. وفي البوابة برضه كان قال لك لازم ندخل العوائل الأول. الحريم دخلوهم من الأول وبعد كده بنزار. اول ما يعني بيني وبينك اول ما رحت على الحدود التونسيه كنت خايف، كنت قلقان، كنت متوتر، فكرت اللي هم مش عايزيننا او مش عايزين يستقبلوني. فالمهم يعني تدخلت لوحدك ولا معاك ناس كتير؟ مجموعه كورنوكو. فالمهم ناس كتير وكانوا عايزين يضربوا النار وبتاع، بس الموضوع هدوء. فالمهم دخلوا ناس مني. اول ما دخلت انا مني اول واحد اول ما دخلت لقيت واحد بيديني ازازه ميه واكل وشرب وعصير ودنيا وعالم وزاد احلى استقبال. ازازه ميه وطرف خبز او رغيف عايز ان احنا بنقول يعني انا الدموعي حسيت ان انا عايز ابكي بامان من الاستقبال نفسه. الاستقبال لقيت الناس وبترحب بينا ترحيب غير عادي غير عادي ما اقدرش اوصفه لك. يعني ده عمل ما عملش معاك يعني انت بس، ده عمل مع كل الناس يعني اللي كل الناس مع كل نفسه يستحي ان هو يقول عمل تونس النفر ما بيش البقل نفسه يستحي ان هو يشكر لانه ما هوش عارف يجيب الشكر هنا. صح. فمشينا دخلنا ختمنا في تونس ومن بره تونس اخذنا في حته اسمها مدرسه الثقافه. والله مش عارف المنطقه نفسها بالظبط، مش هقدر اقول لك. هقول لك لو اهلني مش هيعمل معايا كده. التونسي اللي هو عامل معايا واقف معايا وخرج معايا ومشى معايا وجاب الاكل، لو اهلني ممكن ما يعملوش معايا كده. شعب فوق ما تتخيل من الكرم والجود والطيابه يعني مانيش عارف اقول لك ايه. يعني ناس ونعم بيهم والله، يعني تعتبر يعني العالم ادولك العالم كمان حتى. بقول لك يعني بقول لك يعني الناس دي تعتبر بلد التانية. بلد خلاص التانية. يعني انت يوم انا بقالي 5 سنين بروح ليبيا. رحت يوم او يومين في تونس. حسيت ان انا بقالي 20 سنه هنا. بقالي 20 سنة. الله كلام بجد والله. يا راجل ده انا كنت بخش الجامع عشان اتوضى ياخد مني جنيه في ليبيا. جنيه؟ والله جنيه اخد مني جنيه ليبي عشان اخش الحمام. انا سمعت ان الاكل كمان كان عليكم بربع جنيه بقى في البطالة. بقى خمسة ليك عشان انت مصري صح؟ ايه عشان مستغلين الامور. بعد كده حولونا لمخيم تاني. بعد كده حولونا لمخيم تاني. والله بين في كل 5 دقايق يجيبوا لنا اكل. ويوقفون ويجيبوا لنا فراغ ويجيبوا لنا فرش. ويسالون حد عايز يخش دورة الميه. نمتوا فين طيب؟ نمتوا فين في تونس؟ نمنا في دار الشباب. دار الشباب او في فنادق على مراتب كده. فنادق فنادق. وقبل حتى ما ننام يعني بيجي يسالوني عايزين حاجه يا جماعه. ما دفعكمش حاجة خالص. ما دفعت حاجة في الشعب يعني مني واحد. رحت اتصلت في تونس من غير فلوس. والله الراجل ما خد مني حاجة. الله ما خدش مني فلوس. انت فهمت ازاي؟ فيعني والله ما عايزين تقولوا يطابل الشعب التونسي بس. انا بنشكر انا يمين واحد بشكر الشعب التونسي بشكره يعني بطريقه لا تتخيلها العقل ولا اي مش ما عنديش كلام اقوله والله يعني بصراحه. ان هم يشكروا فعلا فعلا فعلا. ربنا يحفظهم. ورينا بقى العلم بتاع تونس كده. الله شكرا يا باشا. تحيا تونس وتحيا مصر. ربنا يخليك. تحيا تونس وتحيا مصر. تحيا تونس وتحيا مصر. تشكر يا باشا. ربنا يخليك يا باشا. شكرا. مع السلامه.